مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم باخر حلقه من كلمتين وبس بشهر رمضان المبارك، بس ما تقلقوا راجعين بحلقتين خاصتين لعيد الفطر المبارك، فحمكملين معكم حتى بعد نهايه رمضان. طبعا بكل حلقه لغه جديده ومشتركين جداد موجودين معنا هنا بالاستوديو. مشاهدينا انتم رح تتعلموا كلمات جديده بلغات مختلفه، ومشتركين عندهم فرصه الفوز بجوائز ماليه قد تصل الى 4000 دولار امريكي يوميا. قبل ما نبلش اللعبه خلينا نتعرف على المتسابقين والسيدات. اولا نتعرف عليكي. بونسوار، معك مريم نكوزي من لبنان، دارسه بزنس كمبيوتر. بزنس كمبيوتر، ونتعرف عليك. كيفك؟ شرب المرهج من لبنان كمان. عامل بزنس كمان. عامل بزنس؟ يس. بدي اسالك شربل، انت عايش بلبنان؟ لا انا برات لبنان، عايش ببورتوريكو. ببورتوريكو؟ صح. ايش عم تعمل هناك؟ عندي بزنس خاص فيي هونيك. تجاره؟ ما تجاره. بتنصحني ازورها؟ انا عمري ما زرتها. اكيد اكيد. قد ايه بدي وقت اقضي هناك ببورتوريكو؟ بدك شي جمعه. أوكي. ترجع فريش. اسبوع برجع فريش من بورتوريكو. طب بدي اسالك، اذا انت عايش ببورتوريكو اكيد بتحكي اسباني. صح. شو في لغات ثانيه بتحكيها؟ برتغالي كمان. وشو كمان؟ وعربي وفرنسي وانجليزي. خمسه ما شاء الله عليك حبيبي. ومناوي على لغات ثانيه؟ هلا عم بتعلم الماني كمان. الماني لاسباب عمل ولا اسباب شخصيه؟ لا هوايه. حابب اللغه؟ اي حابب. يلا برافو عليك. ميرسي. يعني ممكن تبدع معنا اليوم ان شاء الله. مريم خبرينا عنك، شو اللغات اللي بتحكيها؟ عربي وفرنسي وانجلي. عربي انجليزي وفرنسي. طب بدي اسالك، كيف انت وشربل بتعرفوا بعض؟ تعرفت عليه بالمطار، كنت جايه بمطار لبنان وتعرفت عليه بالمطار. من وقتها ايه. وصرت اصدقاء من وقتها؟ صرنا اصحاب اصدقاء. وهل تتوقعوا ان شراكتكم وصداقتكم رح تفيدكم اليوم باللعبه انه نتشارك ونحفظ كلمات مع بعض؟ يا اخي بنتمنى هلا بنشوف. بدنا نشوف مع بعض. اذا بدنا نشوف خلينا برضه نشوف دولاب اللغات اي لغه رح يعطينا اليوم. نشوف مع بعض. اللغه الامازيغيه. حدا فيكم بيحكيها؟ شو هي؟ ممتاز، هذا اللي بدنا اياه. خلينا اشرح لكم هلا قوانين اللعبه. طبعا بكل حلقه عندنا لغه مخصصه، اليوم حتكون اللغه الامازيغيه. غير هيك حلقتنا بتتكون من خمس فقرات. أوكي. اربع فقرات بيشبهوا بعض وفقره اخيره مصريه حتكون اسمها كلمتين وبس، وراح اشرحها بعدين. هلا الفقرات الاربعه الاولى عندنا طبعا مرحله تطبيقيه ومرحله تعليميه. ماشي. الاولى حتكون المرحله التعليميه، حنشوف كلمه كيف تنلفظ وبعدين معناها باللغه العربيه. وننتقل للمرحله التطبيقيه ونشوف الكلمه كيف تنلفظ وبعدين اربع اختيارات باللغه العربيه. اوكي. كل اختيار صح 10 دولار. حلمي. سهله؟ يلا. عندك اي اسئله شربل؟ ده. لا. مريم عندك اي سؤال؟ بلش تتعلم؟ يلا. يلا، خلينا نشوف مع بعض اول كلمه امازيغيه بالمرحله التعليميه. يلا. ادرسول. حال. على قيد الحياه. 48. شو شايفين؟ انا شايف ارقام. 48. 48 و5. 8 تيلت. سبب. تيلت. اوكي. نكست. على طول حبسها خلاص. انا بدنا اياك نفكر بسرعه. لا نشوف هلا. جبل. جبل. اوكي. شايف 85 نقطة. نقطتين مان. 85. انغام. جريمة. اوكي. 8. فيك 8. ستوب. في علامة ستوب. ترنزر. بلس. مظلة. 2 او. اوكي. كان في مظلة بالقلب. املزو. املزو. جوعان. هي صعبة هيدي بس حنجرب نحلها. الصغزن. نقطتين فوق بعض. وممكن نعتمد على الصوت كمان. صح ما فينا. بيصدق. اوكي. امنرو. فائز. اوكي. هلا عم تحفظوا لحالكم ولا في شراكة؟ انا عم بحفظها من. تاكورت. باب. تبول. اسم التبول ايه بس باب. هلا حابين نسمع انتم كيف عم تفكروا مع بعض حتى المشاهدين. انا صراحه على السمع عم باخذهم. شقيق. هو اوقات على على الشكل. تفسد. ربيع. اوكي. اش واثنين رو. في دائرتين وخزوق. تولفت. صوره. اوكي. اثنين بلس. في حرف الاتش وفي انتين بالمقلوب. تي تي. تي جمي. تي جمي. منزل. اوكي. في رقم 4 و4. 44. 44 منزل. انظار. مطر. اوكي. نقطتين. نقطتين مطر صغار نزل على الارض. خلصت.
أمزروي تاريخ 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 تاريخ. في كتير دوائر شايفتيهم مريم؟ التليفون. سمعت صوت مريم؟ ايه التي في فون. التي في فون عيب يا مان. برافو. تسكلا أدب. أنا سمعت تسلا. كسلان. 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 أزوان. موسيقى. أزوان حلوة. ثلاث نقاط على الأرض. تسغوند. مجلة. سؤال بس. تسو. أنا ما سمعتها بصراحة. أوكي. أكفي. حليب. أوكي. عم تحفظ. إيه أكيد. إسلمان. سمك. إسلمان. مريم كيف عم تفكري كيف عم تحفظ الكلمات؟ حسب هي على هي على الشكل أنا على الشكل. سمعوني. تفاحة. أوكي. في 8 بالعربي وفي 2 H. توجة. عائلة. شكلهم عائلة أب ومرته وأولاده. بنت وصبي. إفرا. أنفقة. إسرا. وضل معنا آخر كلمة. أمسون وبريد. يا سلام حركة السير عجال سيارات على الشارع. يلا مريم بدي أسألك كيف كان أسلوبك الأسلوب اللي تبعتيه للحفظ؟ أنا أخذت حسب الشكل يعني حسب إذا في بلاس أو في أرقام أو في هيك هيك حفظتهم. الكلمة اللي كانت فيها دوائر كتير شو كانت بتذكرتيها ولا كتير كان في دوائر؟ آخر واحدة حركة السير 145 حفظت الرقم. ذكرت أرقام. أرقام إيه. فأرقام وأشكال. هي بزنس مان كل شيء بزنس أرقام. أنا هلا عم بخدها على السمع. على السمع. أيوة. فالأسلوب اللي تبعناه السمع عند شربل والأشكال والأرقام عند مريم. خلينا نشوف هاي الطريقة كيف رح تفيدهم بدخلتنا لأول فقرة تطبيقية بالحلقة. نشوف مع بعض أول كلمة معانا من الوقت 4 دقائق. بنشوف. تيجمي. حليب عائلة مظلة منزل شو رأيكم؟ حليب عائلة مظلة منزل. أنا بقول منزل. تقول منزل. شرب اللي بتأيد هالرأي؟ منشوف. يلا منزل. برافو. $10 أول $10. أزوان. موسيقى نجاح. أزوان. هاتف موسيقى. سمك. موسيقى حسب 3 نقاط. متأكدين؟ إيه مان متأكد. موسيقى. برافو حبست الشكل. برافو عليكي. تولفت. أدب باب صورة لعبة. هيدا بعتقد صورة ما بعتقد أتي أدب صورة. مريم شو رأيك؟ أنا ما بتذكر. صورة صورة. جرب معاك شربل. إيه جرب يلا. يلا صورة. برافو عليك. برافو. أنغى. حركة السير. حركة السير. حركة السير. حركة السير. متأكدين؟ حركة السير. لا كانت جريمة. مركزينة. جبل أنفقة منفعل مطر. الشكل اللي بالنص شو كان؟ إكس باس 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 يلا إكس. باس لو سمحت. تف سود. جوان جوان سمك ربيع. جوان جوان متأكد؟ جوان جوان لا كانت ربيع اللي بعدها. تسلا أدب عيون فائز عائلة. تسلا 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 فائز فائز. انت شو رايك شربل؟ بدنا نتفق على عيون عيون لا 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 فائز 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 يلا اكيد رح اكيد فائز. يلا, يلا اكيد فائز. لا كانت ادب اللي بعدها. ادرسل. جوعان جوعان على قيد الحياه. لا هي اختي جوعان جوعان على قيد الحياه ولا جوعان 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 عشرت ايه انا بقول على قيد الحياه. لك لا هي اختي طيب. فيها 48 شو رايك مريم؟ انا بقول على قيد الحياه. بدنا نتفق على اجابه بينكم الاثنين. انا حسب 48 يا اخي على قيد الحياه. يلا على قيد الحياه. حلو. برافو $40. تامنتيلت. بلد تفاحه باب سبب. بلد تفاحه باب سبب. بلد تفاحه باب سبب. نيكست ضل معنا دقيقه 50 ثانيه نعمل سكيب. يلا نيكست لو سمحت. إسلمان. هاتف. سمك 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 أكيد. هاتف بعتقد أنا. هاتف ولا سمك؟ إسلمان فيها الس بس. هاتف سلم. هاتف 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 سمك سمك. يلا سمك يلا سمك سمك سمك. برافو $50. سلمان سمك. عائلة. أنا ساكتة بس عم بركز. ساكتة بس عم بركز. كفي كفي. عائلة هاتف هاتف بعتقد هيدا. شو رأيك مريم؟ مش للصبح. عائلة.
نروح مع عائلة؟ روح يلا. يلا عائلة. برافو. اللي بعدها. تاكورت. مدرسة، ربيع، باب، تفاحة. باس أنا ما بعرف جيب. ميريام شو رأيك عندك جواب؟ كمان باس. يلا باس لو سمحت. أو هيدا طويلة. حركة السير. جريمة. حركة السير. إجابة لعبة. حركة السير. متأكدين؟ حركة السير. برافو. $70. أم لازو. هاتف. جمهور. تفاحة. جوعان. 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 بعتقد. متأكدين الاثنين؟ جوعان. جوعان. برافو عليكم. $80. هيدا مهم. أدب. أدب. شقيق. أنفقة. أدب. موسيقى. أنفق. أنفق. نروح مع أدب ولا أنفق؟ أدب. 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 يلا. أدب. لا كان هناك بعدها. أمزروي. أنفقة. حليب. تاريخ. ملعب. أمزروي. تاريخ. بعتقد. تاريخ. تاريخ. يلا نتسهل. إيه تسهل. يلا تاريخ. سهلنا. برافو. $90. خلينا نوصل 100. تاسغوند. مجلة. جوارب. فائز. قهوة. ضل 10. فائز. فائز. يلا فائز. لا كمان واحدة كانت مجلة. اللي بعدها. أسرع. إجابة سريعة. تليفون. يلا هاتف. هاتف. برافو. $100. شارب. وصلنا للميت دولار. ميريام بدي أسألك عن الأداء. أنت في بعض الأحيان كنت متأكدة وشارب كان عنده جواب تاني. كيف نتفق بالمستقبل أنه نشوف نفس الكلمة؟ نفس بس طلع معي حق أنا وقتها قلت. يعني ميريام بتقول عندها حق أكتر منك. هل بتأيدها رأي ولا لا؟ لا أنا قصدي بأيدها. لا ده الجد تصطفل هي لكن أنا بأيدها ما عندي مشكلة. لا يلا. بس أنه حسب الأجوبة يعني وقتها تشاورت أنا وياه طلع أنا معي حق مش هو معه حق بالأجوبة. أوكي شوفوا اللي راح يصير أنه عندنا ثلاث فقرات زي اللي مروا علينا. أوكي. فهل بالفقرة اللي بعديها التعليمية والتطبيقية راح تتبعوا نفس أسلوب اللعب ولا تغيروه؟ لا زيت الأسلوب. زيت الأسلوب. بس الصوت عندك والشكل عندك. والأرقام. عنه صعب صراحة اللغة. ما فينا نتكل على شيء يعني بس. مشاهدينا شربل بقول اللغة صعبة. خلينا نشوف إذا نفس الاستراتيجية راح تفيدهم الفقرة الجاية. بس بعد الفاصل. مشاهدينا رجعة بعد الفاصل مكملين مع شربل وميريام اللي جمعوا معانا $100 بالفقرة الأولى. ميريام بدي أسألك هلا بالفقرة الثانية قلنا حنتبع نفس الأسلوب بس بدي أضيف لكم شغلة. شربل أنت كنت معتمد على الصوت بس بالمرحلة الأخيرة رح نشوف الكلمة من دون الصوت. أوكي. فبدي إياك تركز على الشكل والصوت وكل إشي. أوكي أوكي أوكي. وأنا حسيت كمان يا ميريام بالمرحلة الأولى إنه كتير كنا نقول كلمات ما كنا متفقين عليها. يعني أنت بتقولي كلمة وبقول كلمة تانية. هل نحاول نشوف الكلمات مع بعض عشان نتفق؟ إيه أكيد. هنجرب يلا. هذه بترجع لكم. يلا خلينا نجرب. داخلين على المرحلة التعليمية الثانية وخلينا نشوف أول كلمة مع بعض. أم سنو. طباخ. في صحن وسكينة. 100%. عيون الغاز. العيون. حياة. 85 وإشارات زائد على اليمين واليسار. تغلست. قهوة. بلس بلسين حد بعض. بنتهوا كتير بالبلس بالبلس. ايه. أيور. قمر. دويرة. الأمر. الأمر أمر. تجدكت. زهرة. في تمانيات كتير وفي أربعة. 45. استرخة. شوفة. ميريام تي 45. انت بتحب ال 45. تاجان. بالارقام. غابة. في طاولة بالنص. إل. إل بحر. بحر. عشت. رقمين. مفروض سهل. رقمين. رقمين أو حرفين. أو حرفين. شاف أرقام مظبوط. البوليس. شرطة. 45. وحدة ستوب. المقلوب. تنبط. حكومة. حكومة. في كتير بلاس. ايه في كتير بلاسات نحن هنتكر على البلاسات. في إشارة ممنوع الدخول. أمدى. أمدى. بحيرة. سي. نقطتين. في 8 ممكن نقول 28 شبه الاثنين. تيني دريمن. محفظة نقود. هذه عندك ميريام. كلها أرقام. اوعى تنسي أهم شيء إذا جبناها ربحنا. نائم. نائم أوكي. صعبة هاي. توسنا. قصة. معرفة. U O E. أكل. أرض.
ار فيها ار ارض ارض شفت الار ارض فيها لا ما فيها المقار لقاء في حرف جديد زي حرف الزد زد في حرف سي واو تمغت صراع تمغت ايه شوي قريب صراع في دبل اي ودبل تي اسنيجل النصيحة النصيحة نصيحة 14 في رقم 14 من الوسط تمجيد هوية حلو كيف راح تحفظها؟ طاولة جنبها رقم 4 إيبوركسن أحذية فيها رقم 4 وال أحذية أحذية ماشي أنا رج سمعت غير شيء الآن جار جار احفظ الجار كأنه كرسي وكرات كثيرة أمزر شلال مز لا تعرفها بس يلا في شكل جديد صغير جنب الدائرة تظالم بصلة بظالم تشبهها شوي بظالم بصلة 100% تفوكت تفوكت شمس هاينة هاي آية واحدة ما فيهم ضل عنا آخر كلمة أكلوا 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 آه هديك الماي أكل لون بحر أكلوا هديك نقطة عجنرة هدي نقطة الثانية عرفتي كيف؟ شو شربل داخلين بثقة؟ يلا على المرحلة التطبيقية؟ أكيد شربل دائما واثق مريم كيف ثقتك هالمرة؟ يلا هلا بنشوف لأنه لعبنا مرة هالمرة الثانية لازم تكون أحسن من قبل أحسن من قبل تفكيرك حلو أسلوبك حلو خلينا نشوف مع بعض المرحلة التطبيقية الثانية ونشوف مع بعض أول كلمة على السريع بس أول كلمة شو كلمة بحر تيني دريمن زهرة طائرة محفظة نقود بصلة محفظة نقود محفظة نقود برافو عليكم 110 دولار تغلست قهوة تفاحة هوية ساعة نيكست نعمل سكيب يلا. هوية هوية سوري سوري هوية مريم شو رأيك؟ ايه يلا هوية يلا هوية هوية عملت سكيب لون جوعان لون طباخ حياة لا طباخ لا لون بعتقد مريم شو رأيك؟ تروح مع لون؟ شو يلا بسرعة ما في خلص لون يلا لون برافو 120 دولار لون أمزر لقاء مظلة شرطة شلال شرطة 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 متأكد شكلك متأكد روح يلا شرطة لا كانت شلال, شلال. هيدا بحر بحر, بحر. هي عن جد متأكد أكيد هيدا يلا بحر لا كانت بحيرة أظهر شوي بحيرة تجتكت غين هي زهرة زهرة محفظة تقود هاي شو كانت زهرة شرطة بعتقد 88 شرطة شرطة ولا زهرة شرطة بعتقد نتفق بنات بعض شو زهرة ولا شرطة؟ هلا أنت الزهرة شرطة خير يلا شرطة لا كانت زهرة اللي بعدها يسونفا استرخى طباخ معرفة دراجة طباخ طباخ مريم شو رأيك طباخ؟ معرفة معرفة يلا معرفة يلا معرفة خلينا نشوف معرفة لا استرخى استرخى لا لا أنا ولا هو لا أنت ولا هو شمس ها بعتقد شمس قوية شمس صباح وصلاة شمس شمس برافو 130 دولار حلوين أيور نائم أرض نائم. أرض قمر قمر متأكدة ايه قمر يلا قمر برافو 140 دولار حلوين توسنا معرفة أحذية غابة لغة معرفة ضل معنا دقيقة أو 17 ثانية يلا معرفة معرفة برافو 150 دولار تنبط حكومة غابة جار نائم غابة 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 زهد يلا غابة حكومة يلا حكومة كانت غلط يلا أسنيجل قهوة صابون النصيحة شرطة بدنا نحكي بصوت عالي عشان أسمعكم شرطة نصيحة شرطة نصيحة 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 ولا شرطة نصيحة يلا نصيحة برافو 160 دولار تمجيد بصله 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 هويه زهره بصله بصله يلا بصله لا كانت هويه شلال هيدا الشلال شلال غابه شرطه حياه 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 متاكدين حياه 170 دولار تمغت صراع شكرا زهره غابه صراع وليك ضل معنا دقيقه صراع 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 برافو 180 دولار تظالم شمس رياضة بصل بصل بصلة ولا شمس؟ مش بصلة بصلة يلا بصلة بصلة
برافو، $190. المقار شلال، لقاء قمر كيس شلال. لا هي مش متأكدة. مريم شو رأيك؟ مريم يلا شلال. شلال يلا شلال. لا كانت لقاء معناها طلعت شلال معنا. ايكون ممكن قمر، بحيرة، قمر، مطرب، نائم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. نائم يلا نائم. برافو $200 مكملين. أكل، أرض، رؤية، محامي، ثلج. لا يا أختي ما في أرض. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. شو رأيكم؟ ضل معنا حط رؤية. يلا رؤية والأرض. رؤية رؤية. لا كانت أرض. كمان كلمة ما أفرح نحقها. ضل ذكرى جار فائز وانتهى الوقت. قبل ما ينتهي سبقتك على الجار. انتهى. شوف لي أنا صح الوقت. وقعت عني دون الكلمة. جار جار جار. هلأ بدي أسألكم، شربل كنت شايفك عم بتعد الأحرف هلأ. إيه بتعرف ليش؟ أنا عديت أرض ألف راضي هونيك أخذت أربعة، قلت مش معقولة تكون. بس هل اسلوب العد جديد بهالفقره؟ هلا بدنا نشوف. هلا جديد بنجرب. خي هو اسلوب العد والارقام اكثر من السمع. اسهل لك؟ احسن. احسن. هاي مركز. هلا بدك تتذكر اكثر من السمع. هلا السمع بيساعدك بس العد والاحسن 100%. اوكي جمعنا رصيد $200 لفقرتين الاولتين، يعني من 50 جبنا 20، رقم لا بأس به. حلوين تحت النص بشوي. ما مبسوطين بأدائكم؟ ايه الحمد لله. مش كتير. انا الحمد لله مبسوط. طيب اوكي مبسوط. انت يمكن تعملي احسن. انا بدي احسن. انا خايب اكتفي بالميتان. بدكم تعملوا احسن. لا نحن بدنا كلنا هلا يعني دايم نكتفي بالميتان. طيب هلا شو بيشينا بعدين كل حد سألوا حديث. ضل عنا فقرتين خلينا نشوف كيف رح يكونوا. اوكي هلا داخلين على المرحلة التعليمية الثالثة. خلينا نشوف اول كلمة مع بعض. أمسكون. أمسكون. مسرح. مسرح. أنا شايف مسرح. كرسي وطاولة وطاولة تانية. كرسي. أدفل. ثلج. مسرح. في خيبة وقع جبها ثلج صغيرة. أيوة. حبة هال. تخمت. خيمة. خيمة. تخن. خيمة. هلا عم نسمع الصوت. إيه هلا على الصوت أنا عم بركز. بالنص في خيمة. متقرص. كثير الكلام. كثير الكلام. كثير الكلام. يا كثير على مور الدخول. نقطتين وهيدا نجاح. نقطة اثنين ثلاثة أربعة نقط صغار. إيويس ندتا. مريم عندك ولد عم. ولد عم. كل الأرقام بحب قلبك. بنت عمة ابن عمة. جوديت. جوديت. جبن. جوديت بتجي. في زائد ناقص في أرقام. 84. أد فرير. جيش. جيش. أد فري. سينك كات سينك. خمسة أربعة خمسة بالعربي. وفي ثمانية بالأول. إف سي. صامت. سي. صامت. ممكن تقول الدائرتين بالنص سكون للهدوء. تسوين قمت. فكرة. فكرة. صعبة شوي. أي والله. أمستان. محامي. واحد زائد. أفرق ده. رقص. أورا. أنا عم بشوف أورا. 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 أورا الساعة أورا. بالإسباني. أورا. أتاي. شاي. شاي. هين الشاي. شاي. تي. 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 شاي. تي. أقبور. قديم. أقبور. ميكس ما بعمل. ما في. بلا في الصفر اسمه. أشكار. كيس. كيس. هيدا الوحدة توري مع أفري سينك. مسكة كيس. مسكة كيس. أسلمت. مدرس. ما خلص هالكلمة. رقم 8 بنعاد كثير عليه. اسلم ده. ايه. تعليم رجع رقم 8 كمان مرة. في انا شايف اون 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 سي اي. اموتو. 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 اموتو بالسفر. اموت. انا بموت بالسفر. 88. اكادير. بنك. بنك. 845 بنك. 845 حفظت. امسك ناس. طبيب. طبيب. بدي اقول سماعة الطبيب بس مرت علينا الدائرة مع نقطة. تسفل. أدوية. أدوية. كله زيت شيء ما لنا. كله زيت ال. ما فيك تاخذها. ترتيبهم مختلف. إيه صح ترتيبهم. إيميزي. خطير. إيميزي. أربعة بأربعة بأربعة. نص وعلى الطرفين. أم غيز. حزين. أم غيز. أم غيز. حزين. أم غيز. في حرف واي شكله جديد. تنفولت. ورقة. ورقة.
ضل معنا اخر كلمه، خلينا نشوف شو هي. امس دول مصير. مصير خمسة. كله زيت الشيء، كله زيت الشيء. هاي فيك صعب اليوم صراحه. شو اسمها قلت لي؟ الامازيغية. وين بتصير باسيا شيء هي؟ بخبرك بعدين بس انا اعرف. لا هي في الجزائر، في شمال افريقيا موجوده اللغه. افريقيا جنب شمال افريقيا. شمال افريقيا، افريقيا سامع فيها. بتونس والجزائر. ميريام اسالك انت ملكه الارقام، فكيف كانوا الارقام معك هالمره؟ بيشبهوا كتير بعض يعني، بس نحن لازم نلاقي طريقه كثير قريبين لبعض. بس كيف نلاقي طريقه انفصل انه في كلمات اطول اقصر، الارقام ترتيبهم مختلف؟ اكيد تشوف الميموار، حسب الميموار يعني، وحسب طبعاً. كل كلمه يعني صعبه بعد. صعبه اللغه صراحه، صعبه مش هينه يعني. كيف الذاكره عندك شربل؟ هاي انا الذاكره بهيك قصه صفر صراحه. انا كمان ذاكرت بس عم جرب. لا جمعت 200 دولار يعني انه في ذاكره، في ذاكره قويه. اكيد في ذاكره بالنهايه، اكيد في ذاكره. تشتغل بزنس نحن في ذاكره، بس اعطيني مثلا انا كل شيء مصاري دغري بحلل لك اياه على الذاكره. مليان ارقام، كله ارقام ومحفظه كله مزبوط. كله زيت الشيء، كله زيت لا بس في في طريقه، كل واحد محطوط مطرح يعني، مش كلهم زيت الشيء زيت المطرح يعني. طيب في شيء على الشمال، في شيء على اليمين، في شيء بالنص. حسب هي كمان بترجع للذاكره يعني، حسب ما خلينا نشوف. خلينا نشوف مع بعض زي ما انت قلت. داخلين على المرحله التطبيقيه برصيد 200 دولار، معنا من الوقت 4 دقائق. نشوف مع بعض اول كلمه. ثلج اول شيء. ادفل ثلج. قلت لك تعليم طباخ حياه. ثلج ثلج ثلج. هيك حذرت بسرعه ذاكره كويس. الحمد لله. يلا امستول مصير جار. النصيحه صراع. باس مصير مصير. يلا مصير. بس خليني اسمع. برافو عليك مريم. يلا جوديت جريده. خطيره. جبن شاي. جريده جريده. متأكدين؟ ايه متأكد. يلا جريدة. جريدة لا جوب. كانت جبن. تسوين جمش. ابن عمي. ولد عم. اكيد. ايه ابن عم. ولد عم. لا كانت ذكرى. اسلمده. مدرس. تعليم. ورقة. طبيب. مدرس. متأكدة؟ يلا ايه مدرس. يلا مدرس. لا كانت تعليم. بالعكس. امدو. هل السفر. اموت اموت بالسفر. اموت جينا فيها. اموت بالسفر. برافو. 230 دولار. اقبور. قديم. نجاح. حزين. جيش. اقبور. باس. انت عندك شيء؟ باس لو سمحت. هيدي ولد عم. ولد عم. متحف صامت كثير. ولد عم. ولد عم. ولد عم. برافو. 240 دولار. اسلمت. مصير. مدرسة. رقص. مدرس. 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 برافو. 250 دولار. هيدي كيس. كيس كيس كيس. أكيد. يلا كيس. 260 دولار. أم سيجنس. بنك. محامي. طبيب. أدبية. أعتقد بنك ما بعرف. يلا عندك. ميديا بسرعة يكون البنك. أنا بقول. أنا وقت. يلا. جرب. بنك خير. يلا. بنك. لا كان طبيب. طبيب او ادويه. ما هي اثنين. اتاي. شمعه. شاي. جبن. فكره. شاي. شاي. متاكدين؟ شاي. شاي. برافو. 270 دولار. امزجون. خيمه. شاب. ريح. مسرح. خيمه. 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 لا كانت مسرح. كلمه جاي. ايميزي. ايميزي. خطير. جيش. شجاعه. ميزي. أربعة بأربعة. جيش. أنا ما بعرف. جيش بعتقد. أربعة بأربعة بعرف. جيش بعتقد. شو نروح مع شربل ميريا؟ شربل. إيه يلا خطير. جيش. لا كانت خطير. اللي بعدها. سات. أمورس. نجاح. ليل. جيش. باس. أنا ما بعرف. يلا باس باس. شو ميريا؟ باس. باس. يلا باس لو سمحت. تان فولت. رصيف. تعليم. ورقة. خيمة. بعتقد خيمة. أنا خيمة. يلا خيمة. بعتقد. لا كانت ورقة. اللي بعدها. بوتاقورس. صحي. كثير الكلام. كتير. شاي. ايه. ولد عم. كثير الكلام. كثير الكلام. برافو. ضل معنا دقيقة. أفرق ده. عنيد. تعليم. مصير. رقص. تعليم بعتقد. أورا. تعليم. بعتقد تعليم. تعليم. يلا متفقين مع بعض. ايه. يلا تعليم. لا تعليم. كانت رقص. حلوة إجي. تخمت. خيمة. فكرة. السفر. أدوية. كخة. خيمة. 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 متأكدين؟ يلا خيمة.
مظبوط، في خيمة بالنص $290. إسافر قديم، طبيب، أدوية، مسرح. طبيب متأكد؟ طبيب لا أدوية، أدوية. مع قلتها الطبيب أبدا. طيب إف سي مدرس، صامت، كثير الكلام. صامت 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 صامت. برافو $300. خلينا نجرب كمان واحدة. سريع. أجادية طبيب، جيش، سرير، بنك. بنك. برافو عليكم $310. أم غيل حزين، مسرح خطير. دقيقة هيك حزين حزين. برافو عليك بالوقت الضاع $320. حلوين الحمد لله. شارب اللي عندي خبرية لك. تفضل. أنت قلت لي إنه ذاكرة عندك صفر وأنت قلت ذاكرة عندكم صفر. إيه. اللي تغير بهاي المرحلة أنكم حققتوا أعلى سكور حققتوه بالمراحل الثلاث الأولى. شو عم تحكي؟ دخلنا ب 200 طلعنا ب 320. حلوة حلوين حلوين. أنا صراحة هلا حمسني زيادة. حمسني أنا كتير كمان. زيادة يعني بدي أعمل دبل إفور يعني. هلا المرحلة الجاية بهالمرحلة بدنا إياكم تعيدوه بالفقرة التعليمية والتطبيقية الرابعة. أوكي؟ أوكي. خلال هالغضون حناخد فاصل ونرجع. مشاهدينا رجع بعد الفاصل مع مريم وشربل اللي حصلوا معانا $320 مجموع بأول ثلاث فقرات وحققوا معانا بالفقرة الثالثة أعلى سكور جابوه من أول ما بلشنا اللعب. حلو نايس. اللي بلشنا فيه بدنا نكمل عليه أكيد. هل بالقصد غيرتوا إشي بطريقة اللعب؟ لا ما هي زيتها كانت شربل بس الميموار. صراحة الكلمات عم بعيدوا بعضهم. أنا حسيت بس بلشنا نتعود عليها بما انه داخلين على فقره رابعه. ايه بلش اتعود شوي يعني اخذت شوي استراتيجي مثل ما بقول استراتيجي شوي احسن من قبل اكيد. وطبعا في انا شايف معاكم انه في بعض الاحرف عم تنعاد صح. بس مكانها ايه مختلفين ممكن هلا ميبا. نشوف نحن الشكل جنب الرقم اذا تغير مكانه ونشوف برضو علاقتها بالكلمة العربية ونحاول نربط الكلمات والأصوات والعد والأرقام صح مع بعض. صح يلا جاهزين نتعلم؟ يلا يلا داخلين على المرحلة التعليمية الأخيرة. خلينا نشوف مع بعض أول كلمة. أسوينجن خيال. أسوينجن ما فيها شيء هذا التميز. خيال 41 بالنص. أنظار مطر. مطر أنظار المطر. في المطر. واحد وصفر أصرغي موقد. موقد عيون غاز وأشكال مختلفة. الزاجوز مطار. نين سلانجو. الشكلين أول مرة مروا علينا ايه. مع بعض. الزنزان رجعوا عادوا باعة بس هاي سهلة. ثلاث أحرف في ثلاث أحرف. أمن هاي كمان واحد ثلاثة أربعة ما أمن. اللي بعدها أزارور كهرباء أزارور. هاي فيها ست دوائر وإكس. ست دوائر وإكس لكهرباء. تنتنت مفاجأة زائد ثم زائد ثم زائد يعني مفاجأة. ثلاثة زائد وصفورة. أملي سائح. أملي في حرف الأس زي سائح. تيري. تيري حب. تيري تيري طاير من الحب. تيري السوري. مشغول. مريم سمعينا كيف عم بتفكري. مشغول. هي بالرقم 455. تم سويت. هدف. هدف. أربعة. نار. شو قال الكلمة؟ هون عندنا ما سمعته بس هي ميرور إيمج يعني الشكلين عكس بعض. اقرأ. واي أو. اقرأ. يو اقرأ. أنت اقرأ. جميلة. أمجل. أمجل معاكس. معاكس. إكس. دائرتين متعاكستين. أكشوت. خشب. كيسان. خشب. شكلها كثير مميز. مختلف عن الباقي. تيرارت. تير. لعبة. بلاس اثنين ودوائرتين. كمان 45. أمنوي. مختلف. شو رأينا؟ أدوسن صحي. مريم شايفة أرقام؟
ثلاث طويرات صغار. اولاد صغار. تيم كتيت. ذاكره. تيك تيك. والصوت مزبوط كان تيك تيك. صوتين زي بعض. تيك تيك. انزوي. 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 كيف حالة الطقس؟ كل شيء. اسجناس. اسجناس. مستشفى. اسجناس. كأنه عجال سيارة اسعاف. يمزقو. هذا يمسكول. يمسكول هذا اخر كلمة. ادليس. اديس. كتاب. كتاب. شربت مريم هيك خلصنا من كل التعليم بالحلقة. تعلمنا 100 كلمة بهاي اللغة. هل حيكون الأداء أحسن؟ أكيد أفضل. أكيد أكيد ما. يعني بدنا نجيب أكثر من 120 إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خلينا نشوف مع بعض داخلين على آخر مرحلة تطبيقية قبل المرحلة النهائية. نشوف أول كلمة مع بعض. شوف أول كلمة. لا. تفولكي. مختلف. مطر. هدف. جميلة. شو يلا. باس. باس. باس لو سمحت. أكشوت. مزرعة. خشب. موقد. ذاكرة. خشب. متأكد؟ خشب. خشب. برافو عليك مزبوط. كان شكلها مميز. السوري. مرهق. كهرباء. مشغول. خيال. ميريام. فيها 455. شو كانت؟ خيال. بعتيت خيال. يلا خيال. ماشي. لا كانت مشغول. اللي بعدها. تنتنت. مفاجأة. طبيب. مطر. لعبة. زائد. ثم مطر. ثم زائد تساوي. مطر. مطر. جرب مطر. لا جرب. مطر. لا كانت مفاجأة. اللي بعدها. تمس سويت. النجار. طقس. ذاكرة. هدف. إكس. إكس. نكست. اللي بعدها. نعمل فاس. أمجل. بصلة. الحاسوب. مطر. معاكس. معاكس. متفقين على معاكس. إكس و. برافو. 340 دولار. أمن. صحي. ماء. ماء. سائح. مجلة. ماء. ماء. برافو عليك مريم. 350 دولار. تكت. لعبة. أدب. نار. هذه. نار. أولي. كانت هيك كلمة ميرور إيمج معاكسة. نار. 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 يلا نار. أنتوا على نار. 360 دولار. غر. سائح. حياة. أقرأ. أقرأ. كتاب. شو كانت؟ أقرأ. متأكدة؟ أقرأ. يلا أقرأ. مزبوط كانت. شو أقرأ؟ أنت أقرأ. تيم كتيت. ذاكرة. حزين. خيال. ذاكرة. شربل. كانت تيت تيت. مذكرها. ذاكرة. ذاكرة. يلا ذاكرة. برافو عليكم. 380 دولار. الزنزة. ماء. كمان ماء. صديق. ماء. باعة. ماء. ماء. يلا باعة. لا كانت باعة. يلا اللي بعدها. آمن نواي. ضل دقيقتين. مختلف. مرح. مطار. مشغول. باس. باس لو سمحت. أنظار. نار. مطر. مستشفى. غار. نار. نار. لا كانت مطر. اللي بعدها. أسوينيوم. ذاكرة. كهرباء. هدف. ذاكرة. هدف. هدف. يلا. يلا هدف. هدف. لا كانت خيال. اللي بعدها. أنزوي. باع. خشب. طقس. مفاجأة. باس. باس. يلا باس لو سمحت. أسجناس. مستشفى. مطار. أسجناس. مستشفى. يلا مستشفى. برافو الذي عجال الإسعاف. آمن لي. سائح. مختلف. تخدم. اقرأ. اقرأ. اقرأ بعتيد. متأكدين؟ ايه بعتيد. يلا اقرأ. اقرأ. لا كانت سائح. قلت هي حرف اس بالأول. ايه أصرغي. نار. مسرح. موقد. ذاكرة. باس. ضل دقيقة. موقد. موقد. يلا موقد. برافو مريم. عيون الغاز. تيري. قمر. حب. 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 أكيد. حب. حب. برافو عليكم. 410. أزارور. مفتاح. مطار. حزين. كهرباء. مطار. بس ما تقدر غلط. مطار. لا لا ما في مطار. نكس. نكس. مريم شو رأيك؟ عندك إجابة؟ حزين. نجرب حزين؟ يلا حزين. لا كان كهرباء. اللي بعدها. نكس. يمزقو. هادئ. خشب. هدف. صورة. 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 يلا صورة. لا ما قلتوها في الوقت. يلا. أدوسن. سائح. طالب. صحي. سبب. باس. انت. سبب. يلا سبب. يلا سبب. لا خلينا نشوف كمان واحدة. أدليس.
مطر كتاب مستشفى قمر. لا لا مش مستشفى. قمر 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 قمر. يلا قمر. لا كانت كتاب وانتهت معنا آخر مرحلة تطبيقية. بسيط. $410. هل يا شربل من المئة كلمة اللي مروا ممكن تقول لي ثلاث كلمات حتحفظهم أكيد حتصيبهم بالمرحلة الأخيرة؟ بدي أجرب. متذكر منهم إشي؟ هلا صراحة عم شغلها يعني لا عم شغل الذاكرة أنا نشوف. مريم شو رأيك بأدائكم بأول أربع فقرات؟ يعني هي صعبة شوية بدي تكون بدها تكون ميموار كتير قوية عندك يعني لا بس هي إنه إذا فيك تتبع استراتيجية معينة ممكن تنجح أكثر. هي اللغة صعبة. يعني لو صيني أهين لو إندونيسي أهين هاي صعب كتير لغة في كتير يعني زيت متشابهين بس بيقلبوا لك إياها يعني هاي الفكرة لا في كتير لغات مرت حتى يعني تستغرب إنه ممكن نفس اللغة تمر بس ناس يستسهلوها ناس يستصعبوها هاي صعب كتير أنا صعب أول مرة يعني ما بعرف بس بدياكم تضلوا مركزين أكيد مركزين بومبا نتذكر اللي مر معانا بقدر كي. الإمكان عشان المرحلة الأخيرة قد تكون مغيرة حلو. تكون مصيرية صح هلا نبعد عن اللعبه شوي ونتحدث معاكم ونشوف عندكم شربل قد ايه صار لك ساكن ببورتوريكو انا صار لي 9 سنين هونيك وكيف قررت على بورتوريكو لان انا بحسها من البلدان اللي مش كل حدا بفكر يروح لها انا صراحه كنت متجه على البرازيل بس بتعرف هونيك الاوضاع بالبرازيل والاخبار فاضطريت حكينا شاب صاحبي قال لي تعال جرب هون البلد يعني مثل كل شاب طالع اول طلعته بده يفتح البزنس تبعه فرحنا جربنا والحمد لله الله وفقنا حبيتها لبورتوريكو ايه اكيد وبتضلك فيها ايه بس بيجي فاكيشن طلع على الاهل والاصحاب والعائله كل قديش بترجع على لبنان انا بالصيفيه اجمالا بالصيفيه مريم بدي اسالك انت قلتي دارسه كمبيوتر ساينس بس نحن برضه حكينا قبل شوي عندك مشروع عمل ثاني شو عندك مشروع ثاني للعمل كل شيء خاصه بالتياب تياب نسوان والاحذيه هل انت بتستوردي ولا بتصممي واشياء بنصممها نحن هل انت مصممه كمان مصممه تبع الاحذيه الاحذيه نحن بنعملها كله شغلنا شغل لبنان بلبنان مصممه وصنعها في لبنان برافو عليكي التياب لا نستوردها وفي اشياء بنعملها هون يعني مشكل شوي من برا شوي من لبنان فخر الصناعه الوطنيه الحمد لله شربل وميريام داخلين على المرحله النهائيه بعد شوي برصيد $410 كيف راح يكون ادائهم نشوف بعد الفاصل مشاهدينا رجع من الفاصل وداخلين على المرحلة النهائية مع شربل وميريام بس قبل ما نلعب لازم ندردش ميريام بدي أسألك إذا فزتوا $4,000 وإجاكي نصيب منهم 2000 نص بالنص شو بتعمل بالفلوس؟ أنا بصراحة عبالي سافر فيهم عبالي روح على الصين على الصين؟ كتير بحب البزنس عندهم عبالي روح اتفرج كيف بيشتغلوا عبالي كمان ناخد افكار منهم لانه بحسهم كتير اذكياء وكتير هلا خاصه بالفاشن بالتياب كل شيء كتير عم يعملوا اشياء كتير حلوه سو هيدا كتير عبالي روح لهونيك فانت حابه تروحي على الصين تتعلمي وتتعلم من اقتصادهم من فنهم من وكيف بيفكروا كيف بيشتغلوا لانه هلا اذا بدنا نقول انه كل شيء هو الصين يعني كل شيء كبزنس وهيك كله الصين تياب والشوز وكل شيء كله عم ينجاب من الصين حتى الكترونيات كله وحتى كمان. كل شيء من عندهم شربل انا صراحه شائمه المصاري اللي حنربحها يعني اذا ربحنا انا في جمعيه هون بلبنان بدي اعطيهم اياهم برافو عليك تفكير حلو حبيبي تسلم هذا رحنا طبعا وصلنا للمرحله النهائيه والمصيريه من كلمتين وبس شربل متوتر ولا عادي؟ لا عادي بقى. عادي؟ مريم؟ شوي شوي اه بدنا نغير الإضاءة بالاستوديو للون الأحمر وبدنا نحط موسيقى كلاسيكي عشان توترنا فوكس مزبوط حطينا موسيقى عشان نفوت بالمود وغيرنا الإضاءة عشان نفوت بالمود اوكي أشرح لكم هلأ كيفية لعب المرحلة الأخيرة يا اللي راح يصير مر علينا 100 كلمة بالفقرات التعليمية الأولى هلأ بهالمرحلة الكمبيوتر راح يختار 10 كلمات عشوائياً
يعرضها على الشاشة، بس هالمرة من دون ما نسمعها. حيكون عندنا أربع اختيارات. شو لك يعني؟ كل اختيار صح حيعطينا 200 دولار. حلو. إذا جاوبنا العشرة صح حنفوز بالجائزة الكبرى اللي هي 4000 دولار. أوكي. هلأ في بس وبس كبيرة. لأنه لازم على الأقل نجاوب على كلمتين وبس عشان تفوز بالمصاري. يعني إذا ما جاوبنا على ولا إشي أو حتى لو جاوبنا على إجابة واحدة صحيحة نخسر كل شيء جمعناه بهاي الحلقة. أوكي. بذكركم إنه بنقدر نعمل باس أو سكيب للكلمة اللي نستصعبها، وبدي أقولكم موفقين. Thank you man. يلا. يا رب. جاهزين؟ جاهزين. يلا. خلينا نشوف مع بعض أول كلمة بالمرحلة النهائية، ومعانا من الوقت دقيقتين مع بعض. مسرح، نجاح، مختلف، مصير. باس. مريم انت معاه باس؟ باس. يلا باس لو سمحت. باب، فكرة، تفاحة، زهرة. زهرة. متأكدة؟ لا يلا يلا زهرة. لا كانت تفاحة اللي بعدها. لعبة، ذاكرة، هدف، شمس. شمس بعد. ذاكرة ولا شمس؟ ذاكرة. يلا ذاكرة. برافو 610 دولار. بدنا كمان واحدة. جيش، كهرباء، لقاء، بنك. كهرباء. جيش. جيش جيش. يلا جيش. لا لا جيش ولا كهرباء؟ ما في وقت. جيش جيش. يلا جيش. برافو كلمتين وبس ومكملين. ربيع، صامت، مشغول، خطير. مشغول. متأكدين من مشغول؟ مشغول. يلا مشغول. ألف وعشرة. برافو عليكم. اللي بعدها بصلة. بصلة مفاجأة. بصلة بصلة بصلة. متأكد؟ يلا بصلة. يا سلام عليك. 1210. صورة، جوعان، جوعان سائح. جوعان جوعان. متأكد؟ متأكد. جوعان. برافو عليك. 1410. مطر، استرخى، كتاب، طقس. طقس طقس. متأكد؟ مش متأكد بس طقس. يلا طقس. 1610. برافو عليك. حب، منزل، جميلة، تاريخ. باس باس باس. يلا باس. الكلمة اللي بعدها نار، كثير الكلام، ورقة، أحذية. نار 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 نار. حبيبي نار. لا كانت ورقة. في معنا مجال لكمان كلمة. مسرح، نجاح، مختلف، مصير. مختلف مختلف بقى. يلا مختلف. مختلف. لا كانت مصير. ونشوف الكلمة اللي بعدها بس لا انتهى الوقت. جميل. هلا شربل. جميلة. أول شيء الجمعية اللي حتتبرع لها كثير حيكونوا مبسوطين. أكيد الحمد لله. ثانيا أدائكم بلش هيك وبالآخر عمل هيك. على طول. ما هو في مثل بقول لك أول شيء أو في مثل بقول إنه بس بلش الحار مش اللي بيضحك أول شيء، اللي بيربح آخر شيء. برافو عليك. فأنت زقصة الأرنب والسلحفاة. صح 100%. بس أنا صراحة حتى وأنا عم بلعب معاك اللعبة انصدمت، لأنه بصراحة أنتوا في مرحلة من المراحل قلتوا ذاكرة صفر، وهلا حتى بعد الفاصل طيب مش ذاكرتنا مش ذاكره بالصفر يعني ذاكرتنا بالحياه كثير قويه آه. بس بهاللعبه هي صفر. بس برهن لانه كثير قويه من كانت الذاكره. بس كيف رجعوا لك كل هالكلمات؟ تذكرتهم رجعت عملت ريفرش للميموار. برافو عليك مريم. بدي اسالك شرب الجاب يعني جاوب على اغلب الكلمات، فهل كان عندك هذه الثقه فيه انه يقدر هي بس دعمتنا؟ اكيد عندي ثقه فيه. مرسي. لو ما عندي ثقه فيه ما كنت جيت انا وياها لهون. صح. برافو عليكم. عمل مشترك جميل جدا. جمعت معنا 1610 من النتائج الكتير منيحه اللي مرت معنا بالبرنامج. شكرا لوقتكم، شكرا لمشاركتكم. انبسطنا كثير معاكم بالحلقه. مشاهدينا بآخر أيام شهر رمضان المبارك نشكركم على متابعتكم إلا مع أن رمضان انتهى، بس نحن مكملين بكرة وبعده بحلقات مميزة لعيد الفطر. تصبح على ألف خير.